تغطية خاصة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية. مواصلين حتى الماضي ساعة تغطية إذاعة إكسبريس إف إم، أنا وسيم العربي باش يكون معاكم حتى للتسعة متاع الليل. من بعد يتواصل مشوار مع عزيز باش تهرزي لأن باش نمشيو تذكر قبليك شوية تذكر كنا حكينا مع عضو السبيك إسماعيل عضو الليزي وتكلمنا في الأسئلة اللي طرحناها عليه على الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صارت عليهم القرعة، نذكر عددهم 1028 وأكدنا اللي تمت القرعة على 279 شخص اللي هم عدد المجالس المحلية. دونك هذيا بالاقتراع نذكروا كانوا معفيين من التزكيات. معنا في المباشر الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة بوراوية العقربي، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم. اهلا وسهلا ومرحبا وسيم، اهلا وسهلا بكل من يستمع الينا الان وللفريق التقني، شكرا لكم على هذه التغطيه المتواصله لنشاط المنظمه التونسيه للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في هذا اليوم المهرجاني، اليوم الاحتفالي. نعم اقول هذا الكلام لانه المنظمه التونسيه للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في مركز نداء فيه 30 من شباب وشابات ساعدونا على جمع النتائج وجمع الملاحظات من زملائنا الملاحظين في كامل ولايات الجمهورية واللي كان عددهم 216 ملاحظ. الملاحظين هذوما تقسموا بين من يلاحظ في آلية القرعة ومن يلاحظ في الانتخاب المباشر. نذكروا أول أعضاء المجالس المحلية تكنيك ما كان نعملوا خدمة نتاع خوكوك ما مانيش نقعد نقول واسميهم، ولكن تكنيك ما نعرفوا 279 منهم اللي هما الأشخاص ذوي الإعاقة بما أنه صارت القرعة ويعرفوهم، يعني كل واحد منهم عرف روحه اللي هو تم القرعة ليه وخرج اسمه اسمها في القرعة هذه. دونك تكنيك ما في اللحظة هذه نعرفوا ديجا 279، ولأنه باش يتم الإعلان على هذاك النهار 27 ديسمبر مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المجالس المحلية. 279 نتصور حتى أنتم راهو تعرفوهم بالملاحظين نتاعكم، هذوما نجموا نعرفوهم اليوم دونك بالأسماء. معناها من الحاجات المزيانة ديما يقولوا أنه الدولة تعطيكم أنتم الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية، يا سيدي هو عندنا أولوية في أنه 279 اسم حاليا حاضرين جاهزين في النتائج بآلية القرعة. القرعة هذه اللي جات في الفصل 27 من مرسوم عدد 10 باش تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، باعتبار أنه الانتخاب المباشر جربوه الأشخاص ذوي الإعاقة في عديد المناسبات، حتى لو كان يجمعوا التزكيات ويعملوا البرنامج الانتخابي ويتعدوا بالحملة الانتخابية رغم ما عندهمش التمويل العمومي. للأسف يوم الاقتراع الشعب التونسي لا يعطي صوته لذوي الإعاقة. هل القرعة هذه خلت اليوم أول البشائر تجي من ذوي الإعاقة؟ 279 ذوي إعاقة، 279 مقعد، 279 معتمدية، وهذا جميل جدا. وبالتالي نقولوا أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ وتبارك لكل المترشحين والمترشحات، والمترشحين والمترشحات إن شاء الله في الأيام القادمة باش يكون لهم إحاطة في تدريبات من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون عندهم زاد باش ينطلقوا به في الحياة السياسية، ونحن نبحث على تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية. بعد قليل احنا باش يكون عندنا نقطة إعلامية في الساعة السابعة باش نقدموا فيها بالأرقام النتائج الأولية التي رصدناها من خلال 1061 مركز اقتراع تمت الملاحظة فيه من عن طريق المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولى الملاحظات وأولى الأرقام قلنا 1061 مركز اقتراع لحد الساعة 6، وفي هذه المراكز هذه أول حاجة لاحظناها ولديما احنا نديو بضرورة تواجدها وضرورة تدريسها لذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة هي لغة الإشارة. 96% من المراكز هذه ما فيهاش مترجمي لغة إشارة، 77% من نفس المراكز هذوما ما فيهمش الإشارات التوجيهية، 41% من الأرصفة الخارجية للمراكز اللي تمت الملاحظة فيها واللي هما 1061 ما ينجموش يكونوا نافذين لذوي الإعاقة العضوية والبصرية، 26% من الأبواب ما تسمحش لذوي الإعاقة
باش يدخل بكرسي المتحرك بسهولة وبالتنصيص على المعايير الدولية. إذا كان نعطي أنا شوية من الأرقام هذوما هو دلالة على أنه الحقيقة بقدر ما فرحانين بآلية القرعة بقدر ما متقلقين شوية على التراجع هذية مراكز الاقتراع، نعرف اللي هي برشا برشا لأنه المجالس المحلية تمشي على مستوى العمادات. مراكز الاقتراع هي نعرف لأنها موجودة في المدارس، المدارس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلمتها قبل العطلة بشوية، ولكن زاد ما يلزمش أنه نرجع إلى الوراء كان نعملوا مقارنة بين التشريعيتين وبين ملف تقديم ملفات الترشحات اللي تمت زاد الملاحظة فيها ب 27 منسق من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نلقاو احنا اليوم رجعنا نقولوا أنه مترجمي لغة الإشارة مش موجودين، نقولوا أنه النفاذ ماهوش موجود، نقولوا أنه الإشارات التوجيهية أيضا مش موجودة. ولكن خلينا في الفرحة وسام، خلينا نقدر نحكي وديما كان على هالناس أصحابنا وزملائنا وأخواتنا وأولادنا اللي نجحوا في المجالس المحلية واللي باش يعملوا النسيج نتاع الفسيفساء المحلي مع الناس اللي باش ترشح بالقرعة المباشرة، واللي باش يكونوا هما دامجين ومدمجين وتكون التنمية المحلية دامجة، وهذه الفكرة الأساسية اللي فكر فيها السيد رئيس الجمهورية مع كامل الفريق اللي معاه والأشخاص ذوي الإعاقة اللي باش يكونوا في المجالس المحلية. باش نقول لهم أنا من خلال مزدح إكسبريس أف إم، خوذ أثبت وطالب، خوذ هيك خذيت نجاح بالقرعة نعم، ولكن راهي لهي منا ولهي هي هذه آلية للمساواة، ولقيت مقعد في معتمدية مش في عمادة، راهو أصدقائك مترشحين على العمادات، أنت ترشحت على عمادة كان على معتمدية كاملة، وبالتالي هذا أخذيته. أثبت القدرة تاعك، أثبت النضال تاعك، أثبت العزيمة تاعك وحبك للتعلم وحبك لتقديم ما يفيد الحي تاعك، الحومة تاعك، الدار تاعك. انطلق من المحلي ولا تستهزأ بالمحلي، لأنه هو اللي باش واصلك الجاوي يعديك للوطني، ولما لا في الدورات القادمة في البرلمان ونبحث على ما هو أفضل هيكل يعنى بذوي الإعاقة في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لسنا مسؤولية شؤون اجتماعية فقط، نحن مسؤولية وطنية نبحث على تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس العليا، المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي إن شاء الله باش يتم بعثه عما قريب، نبحث على أن نكونوا مستشارين في الوزارات، لما لا؟ هذا الكل يسهل للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعلية والتمثيلية الفعلية في الحياة السياسية والعامة، ويسهل للمجتمع بشكل عام أنه ينقص من نظرة الدنيا، ينقص من النمطية، ينقص من احنا وانتوما، ينقص من انه ما يقبلش الفوارق، وينقص من الحكم المسبق على انه ذي اعاقة جابته قرعة اشنو باش يقدم. كيما باش تقدم انت للبلاد يا صديقي المترشح عبر الترشح المباشر، زاد صديقك اللي جا بآلية قرعة باش يقدم كيما تقدم انت ويتعلم كيما تتعلم انت، وتوزيع ثروات البلاد العادلة باش يساهم فيها ذي الإعاقة سواء كان ما عندوش يد ولا ساق ولا عين ولا ما يسمعش ولا ما يتكلمش. كل هذه فوارق خارجية، الباطني أفضل بكثير. باش يكونوا، أنت حكيت على بعض التحديات، هل فما أهداف حسب رأيك باش يكون فما توحيد الصوت، معناتها باش يكون فما صوت واحد لكل الممثلين الأشخاص ذوي الإعاقة مثلا، باش تكون فما ديما، لأنه التحديات هي نفسها يظهر لي بطبيعة تنجم تكون أنت والمناطق ممكن فما حاجات متقدمين فيها، حاجات مناطق أخرى ممكن ما عندهاش أو غيره، ولكن فماش مثلا ثلاثة أهداف كما نقولوا باش تكون مشتركة اللي صوت واحد لكلهم وين ما كانوا باش يدافعوا عليها؟ طبعا الهدف الاولاني هو ضروري انه كل الحواجز اللي ما تسمحش الاشخاص ذوي الاعاقه انهم يعيشوا حياه كريمه باستقلاليه هو اول هدف، وهو نتحدث هنا عن المحيط، على البنيه التحتيه، عن وسائل النقل، عن المستوصفات، عن كل ما يعنى بالعيش اليومي والعيش الكريم لكل مواطن ومواطنه. الهدف الثاني هو انه ذوي الاعاقه ينخرطوا في العمل السياسي ويتدربوا على العمل السياسي كما غيرهم، لانه المجالس المحليه كلنا ما زلنا ما نعرفوش تقريبا شنو هي مهامهم بالضبط،
كلنا باش نتعلموا وباش نتحسوا. والدليل على كلامي انا اليوم الضعف نتاع الناخبين ما كانش كبير برشا، الناس الكل باش تكتشف مع بعضها المحلي. الهدف الثالث هو احنا المجتمع المدني لذوي الاعاقه، الهياكل اللي تعنى بذوي الاعاقه، لازم نقدموا ما يمكن من التدريبات في رسم الاستراتيجيات للتنميه المحليه والتنميه المستدامه، في رسم الاستراتيجيات وتعلم الاشخاص ذوي الاعاقه لتقنيات الاتصال والتواصل وهو هذا مهم جدا، وايضا في المتابعه في كل ما يستحقه ذوي الاعاقه في حياته اليوميه وحياته السياسيه اللي بتنطلق ان شاء الله بعد ايام. وحاجه اخرى نقول انا بربي راهو المجالس المحليه باش تكون في المعتمديات مقرها، اغلب معتمدياتنا ماهيش سهله باش ذوي الاعاقه يدخل لها بسهوله، نحاولوا مع بعضنا انه نلقاو حلول تسهل الناس الكل باش تشارك في الجلسات نتاع المحلي، مش اقعد في دارك وقول لي شنو تحب توانا نوصل كما يعني. من اول التحديات هي المجالس بيدها اللي باش يكونوا متواجدين فيها واعضاء فيها ممكن ما نجموش يدخلوا لها. المعتمدين توا والمعتمديات اللي باش يكون فيها اكيد انه المكتب اللي باش يكون فيه الجلسه نتاع المحلي لازم نشوفوا حل، اذا كنا كلها دروج، اذا كان ما ثماش المصعد، وهذا اكيد لازم نلقاو حلول حتى مبدئيه ومؤقته. ونقول للساده المعتمدين استشيروا اهل الذكر، واهل الذكر هم احنا منظمات المجتمع المدني، خاطر ما يحس بالداء الا صاحب الداء. واضح، يعطيكم الصحة وتوكا على الدور اللي تقوموا به انتوما ديما. فماش أي رسالة قبل ما نمشيو مع مواد الأخبار في دقيقة دونك تتواجه بها كما هذه للمعتمديات؟ في دقيقة نعاود نقول شكرا لكم وسائل الإعلام على التغطية السريعة، ولكن رجائي كل الرجاء أن تفتحون المجال أكبر وخاصة للمترشحين حتى يعبروا على آرائهم، يعبروا على اللحظة التاريخية هذه، لأنه هذا مهم جدا. والملاحظة الثانية، كل من ترشح في آلية القرعة وما نجحش يهني صديقه، يهني أخوه، يهني زميله، لأنه نجاحنا الكل مع بعضنا، سواء كان تعديت بالقرعة ولا ما تعديتش، التجربة في حد ذاتها هو نجاح. يعطيكم الصحة على الدور اللي تقوموا به كما قلت لكم دونك انتوما في المنظمة. نذكر مستمعين منظمة توسيدي فعل أشخاص ذوي الإعاقة والكاتبة العامة بوراوية العقد بتيمة بالموجات الإيجابية نتاعك، يعطيك الصحة، تحية ليك. شكرا شكرا وتحياتي لكم الكل، إن شاء الله سنة إدارية موفقة للجميع، بوراوية تبعث الأمل وترفض الألم، الحياة جميلة، حبوا رواحكم لكلكم سواء كنت أو ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة، ليس من الأنانية أنك تحب روحك، أنك تقول أنا باش ننجح، أنا باش نقدم، أنا محلاني، أنا نجم نعطي الإضافة، نعم أنا نحب روحي. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك كما كنت تقول الكاتبة العامة للمنظمة توسيدي فعل الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة بوراوية العقربي. خليكم الآن مع أخبار الستة ونص. سهيلة، ليش بحثي سهيلة؟ لاباس سهيلة؟ بعد لحظات الكلمة ليك سهيلة في موعد الأخبار. شنو ممكن أهم في كلمك في ثواني، يعطينا فكرة على أهم العناوين ممكن اللي باش تعطيونا التفاصيل تاعها في الأخبار، شنو آخر معنا؟ ساعة أول حاجة باش نعطي سلامة، ساعة أول حاجة مرحبا بك، باش نعطي وباش نذكروا بالعدد معناتها المجالس اللي هما 6177 مرشح في 2434 مقعد. أيضا باش نذكروا في الأرقام اللي قدمها فاروق بوعسكر خلال آخر نقطة إعلامية، ونذكروا ولا ونحكيوا زاده على باش نحكيوا على زاده النقطه الاعلاميه اللي باش تصير مع 7:30 اللي باش بعد ساعه من الان. بعد ساعه من الان هذيك اكيد باش يكون فيها اخر التفاصيل. كما قلت سهيله، خليوك الكلمه ليك الان بعد ثواني اخبار الستة ونص. ما زلت انا مواصل معكم للتسعه نتاع الليل واكسبريس اف ام حتى الساعه نتاع الصباح. بعدين يكون معكم عزيز باش تهزي معكم وسيم العربي. كلمه ليك سهيله في الاخبار.